فرضت إذن الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على النظام السوري شملت الأسد وزوجته وعشرات الأشخاص المرتبطين بالنظام مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ستدرج عشرات الكيانات والشخصيات من النظام السوري في إطار العقوبات، من ضمنهم بشار الأسد وزوجته. بومبيو وفي سلسلة تغريدات على تويتر أكد أيضا أن المزيد من العقوبات سيتوالى حتى يوقف الأسد ونظامه ما وصفها بالحرب الوحشية ويوافق على حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254. بدوره قال كريستيان جيمس المتحدث الإعلامي باسم الخارجية الأمريكية في بريطانيا خلال مقابلة أجريتها معه إن لروسيا وإيران دورا خبيثا في سوريا، وأضاف أن العقوبات الأمريكية وفق قانون قيصر ستشمل كل الدول التي تتعامل مع النظام السوري. الوزير بومبيو ووزارة الخارجية الأمريكية كانت واضحة جدا فيما يخص هذا القانون، فهذا القانون يشمل الجميع، يشمل الكل أينما كان في العالم. بالتأكيد روسيا وإيران لهم دور خبيث جدا في سوريا، فهذا قانون مهم جدا لإنهاء هذه الحرب، وخلال الأسابيع والأشهر المقبلة بالتأكيد سوف نفرض المزيد من العقوبات على الكيانات وعلى الأشخاص. وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة إذن على 39 شخصا وكيانا سوريا بهدف حرمان النظام من مصادر التمويل. وأوضح بيان للخارجية أن العقوبات الجديدة بداية لحملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من الدعم الذي يحتاج إليه لشن الحرب وارتكاب فظائع جماعية ضد الشعب السوري. وذكرت الخارجية الأمريكية أن العقوبات الجديدة ستتم بالتنسيق مع الدول الأوروبية لضمان استهداف الأفراد والشركات التي تدعم نظام الأسد وتعرقل التوصل إلى حل سلمي وسياسي للصراع في سوريا. ويهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية للنظام الأسد، لكن آثار قانون قيصر بدأت تثقل كاهل المواطن السوري بالدرجة الأولى مع استمرار انهيار القيمة الشرائية لليرة السورية. قانون قيصر يدخل حيز التنفيذ. انهيار سريع تشهده الليرة السورية وواقع معاشي يزداد سوءا. شو هتركي والله اليوم؟ فعليا 380 بدنا 50، شو هذا بتسوي؟ 15. يعمل محمد على دراجته النارية في نقل المواطنين بالأجرة. قد لا يصل مجموع ما يعمل به بعد يوم طويل وشاق إلى 3000 ليرة سورية. أصبحت تعادل دولارا أمريكيا واحدا. بات عاجزا عن سد رمق عائلته من أبسط احتياجاتها. والله كنت طالع 2500-3000 باليوم، كنا طالع غدا عشاء بنتعشى، يلا ال 2500-3000 ما بسوي الدولار واحد، يعني يا دوب حق الخبز عم بطلع. أصحاب المحال التجارية أيضا يشتكون من انهيار الليرة التي تسببت بشلل شبه تام في الأسواق، ويفضلون البيع بأي عملة أخرى إلا السورية. هي مرحلة جديدة من الحرب إذن تدخل حيز التنفيذ، لا تختلف حيثياتها هذه المرة سوى أنها ستشمل جميع السوريين في مناطق المعارضة والنظام. على خلفية الأوضاع المأساوية في البلاد، يحاول النظام السوري إخفاء حقيقة ما يمر به من أزمة خانقة عبر وسائل إعلامه، لكن التدهور الاقتصادي حسب المراقبين بات واقعا يهدد كيانه أكثر مما فعلت سنوات الحرب الطويلة. طبعا الحرب الاقتصادية هي أقسى على النظام، وممكن تسبب انهيار عسكري وممكن تسبب انهيار سياسي، وستشهد المنطقة في الأيام القادمة مفاجآت سواء على المستوى السياسي أو المستوى العسكري. قانون قيصر الأمريكي يستهدف أركان نظام الأسد وداعميه ومموليه، لكن الثمن سيدفعه السوريون
الذين يعيشون بين مقصلة نظام يقتلهم وسندان انهيار عملة ستطال آثارها مناحي الحياة كلها. قحطان مصطفى، العربي، سوريا، شمال حلب. عائلات الضحايا من السوريين الذين صور الضابط المنشق قيصر جثامينهم ينتظرون تحقيق العدالة ومعرفة حقيقة ما جرى لأبنائهم. المزيد في تقرير مراسلتنا إلاف ياسين. صور هي المشهد الأخير من حياة أصحابها، لا مودعين ولا بكاء لمحبين، مجرد جثث هزيلة لمعذبين ملقاة بلا روح مدفونة في إطار صورة. شو هذا العذاب اللي قتل إنسان؟ شو هذا الضرب؟ شو هذا يعني شو كمية الألم اللي تعرضوا له؟ شو كمية العذاب اللي تعرض له حتى فقد حياته؟ 55,000 صورة مسربة ل11,000 قتيل قضوا تحت التعذيب في أقبية سجون النظام الأسد، لكل قتيل منهم حكاية وعائلة. 6 آذار 2015 لقينا الصورة. لا يعلم وليد لماذا اعتقل أخواه بشار وأسامة، أو كيف انتهى الحال ببشار بين صور قيصر المسربة، أو ماذا كانت كلماته الأخيرة. جل ما يعرفه أنه كان متطوعا إغاثيا حين اختطفته قوات الأمن السوري. إذا بقول لك إنه نحن كان عندنا جرأة إنه نفتحهم بكون كذاب، بس طبعا يعني ما فيني أجي أقول لك أنا إنه ليت أخوك مقتول، وهي ليت صورة أخونا، لأنه نحن أساسا كنا مو بس أخوي يعني رفقات، نحن 2 شباب، وكان فقدان يعني 2 مننا كان شيء صعب كثير. ضاع الكلام بين دموع وليد وهو يسترجع اللحظات التي وجد فيها صورة جثة أخيه الصغير بين صور قيصر. جاءت لماما بشار استشهد، عم تعرفي ابني؟ قلت لها إذا كان عبيد تغريب صارت تبكي وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كان صعب كثير. قانون قيصر للعقوبات الأمريكية على النظام السوري أعاد الأمل لآلاف العائلات بعودة العدالة ولو بعد حين. فهو المفروض اللي يتقدموا إذا انقتلوا للمحاكمات، وإذا هلا ما تقدموا بده يتقدموا بعد شهر أو بعد سنة. يعني العدالة بدها تجي، مستحيل. قديش بده يضل المجرمين عم يتخبوا؟ لكن أنا بظن اليوم قانون سيزر هو بداية لتحقيق العدالة. يعني هو الخطوة الأولى لمحاسبة هدول، لأنه من شروطه بقول إنه إذا قدمت هدول القتلة إنه بترفع العقوبات يعني ببساطة. إلاف ياسين، العربي، الريحانية. معنا من باريس عبر سكايب الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو. أستاذ ميشيل، الآن وقد بدأ تطبيق قانون قيصر، ما الآثار التي تتوقع أن يتركها على نظام الأسد سياسيا واقتصاديا؟ سيد العزيز، القصد الحقيقي من القانون هو إرغامه كما قيل أكثر من مرة على تطبيق القرار الدولي رقم 2254 الذي وافق عليه يوم 18 كانون أول عام 2015 ورفض أن ينفذه طيلة السنوات الخمسة الماضية. وفي بنود هذا القانون بند يطالب بفتح كل المعابر وكل الطرق الضرورية لإيصال مواد غذائية للسوريين، هذا إذن ليس موجها للسوريين. بند يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، هذا أيضا ليس موجها ضد الشعب السوري. بند يطالب بتفتيش سجون النظام وبالبحث عن الذين تم إخفاؤهم أو اختفوا أو زوبوا أو حرقوا إلى آخره، أيضا هذا وقف القصف، هذا أيضا لمصلحة الشعب السوري. فهناك من يرى اليوم أو من يقول اليوم، هناك صوت خافت يقول اليوم أن العقوبات ستطال الشعب السوري الذي عانى الأمرين ويكفيه من العقاب ما ناله وكل ذلك. لا شك في أن شيئا من الصعوبات سيصل إلى الشعب السوري، شيء من العقوبات سيصل إلى الشعب السوري، لكن من سيوصله إلى الشعب السوري هو الجهة التي رفضت أن تطبق القرار 2254 الذي وافقت عليه هي وروسيا. نعم. و استمرت في قصف السوريين وفي محاصرتهم. طيب. وفي تجويعهم وفي قتلهم، وآخر مظاهر الرعاية التي أولتها لهم حرق 25,000 دنم أراضي مزروعة قمح في محافظات. نعم. دور
ودرعا طيب أستاذ ميشيل، كيف ستتوقع أن يتعامل النظام؟ يعني أنت كما تعرف النظام جيدا وخبرته طويلا، هل ستهاجم الكوابيس بشار الأسد بسبب قانون قيصر؟ هل قطع هذا القانون الطريق على أي إعادة تأهيل للأسد حرصت روسيا دائما عليها؟ سيدي العزيز، هناك في القانون بند يمنع إعادة العلاقات مع النظام على أي كان، ويهدد بفرض عقوبات على كل من يطبع علاقاته مع النظام في أي وقت كان. أنا بعتقد أنه هذا القانون بأهدافه السياسية ووسائله الاقتصادية سيشكل حالة استثنائية من الضغط، ليس فقط على النظام وإنما على الجهات التي تغذي، إن كان روسيا إلا إيران إلا المجموعات الهائلة من الشبيحة الذين انتشروا في كل مكان في البلاد ونصبوا حواجز وأسروا من وراء فقر الشعب وتجويعه وإذلاله وإنهاكه واعتقاله وإلى آخره. أنا حكالي أحدهم، معلش بنص دقيقة، حكالي أحدهم مرة أنه كان مرن على الحاجز بسيارته، فيقول له الضابط هذه السيارة مصادرة لأنها كانت إرهابي، قال له هذه سيارتي، قال له أنزل المصادرة أو تعطيني 10,000. هي واحدة من الأمثلة. طيب. من مئات آلاف إذا ما ملايين الأمثلة. طيب أستاذ ميشيل، نعم، سياسيا هل تتوقع أن يفتح هذا القرار أو بدأ تطبيق هذا القرار الباب لاتصالات روسية أمريكية ربما لإيجاد صيغة ما للحل في سوريا، لأن كثيرين يتوقعون ذلك؟ فتحها وانتهى الأمر. فتحها منذ 5 أيام، قال الروس بتصريح رسمي أنهم مستعدون لفتح باب الحوار الدبلوماسي من جديد حول الوضع في سوريا، وهناك اتصالات روسية أمريكية أظن أنها قطعت شوطا لا بأس به حول التفاهم، عن التفاهم حول ما الحل في سوريا. المشكلة الحقيقية التي ستقصم ظهر الوضع الحالي للنظام هي التالية: أوراق الحل السياسي ليست بيد روسيا، وليس من مصلحة روسيا أن تكون في بلد مدمر لا تستطيع أن تستفيد منه شيئا حتى لو كان لها قواعد فيه، سيكون عبء كبير عليها. والأمريكيون متراخون إلى أبعد حد فيما يتصل بالوجود الروسي بسوريا، يوافقون على استمرار الوجود الروسي بسوريا. لماذا يتمسك الروس بهذه الحالة ببشار الأسد ويعرضون أنفسهم لعقوبات من أجله وهم يعلمون أن نظامه فقد كل وظائفه؟ طيب. التي تجعل منه نظام شرعي ورسمي. أستاذ ميشيل كيلو، هل تتوقع إذن والحالة هذه أن يكون بشار الأسد أن يدفع هو ثمن قانون قيصر ويخرج أخيرا من البلاد أم لا؟ بعتقد أنه لن يكون لديه خيارات كثيرة، إما أن يخرج بهذه الطريقة التي ستعبر عن نفسه من خلال تفاهم دولي، أو أن أحدا ما من أصحابه سيخرجه ولكن بطريقته. شكرا جزيلا، الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو في باريس.